السلام عليكم الزلفلاون، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم الرياضيه والاخباريه جي اس كا اخبار تي في، وكذلك القناه الثانيه جي اس كا اخبار التي تاتيكم دائما بالحصري والجديد وكل ما هو جديد على اخبار الشبيبات القبائل حصريا، يعني اخر اخبار الشبيبه. كما ترون اللجنه المركزيه لتحكيم تعيين الحكم بن شهيده لإدارة المقابلة ضد نادي بارادو على الإدارة الحذرة من هذا الحاكم، يعني هذا ما تصرح به بعض صفحات الفيسبوك، يعني في كل الصفحات تقريبا الكل قال لك يعلم كيف تمكنت بارادو من تحقيق البقاء، قال لك ذراع مع الحكام. صراحة ما رأيكم في هذا الحكم بن شهيدة؟ هل سيكون يعني كفء لمباراة شبيبة القبائل ضد نادي بارادو، أم سيكون هناك تلاعب في مباراة كرة القدم؟ نتمنى إن شاء الله منكم أنتم كجمهور شبيبة القبائل لأنكم تعرفوا الحكام، وما رأيكم في هذه في هذا الحكم يعني بن شهيدة لإدارة المقابلة ضد نادي بارادو وشبيبة القبائل؟ كل ذلك يعود لكم أنتم كجمهور شبيبة القبائل. خليونا الآراء تاعكم في التعليقات، وما تنساش دير جام أبوني في القناة وبارتاجي هذا الفيديو كي يصلكم بإذن الله كل ما هو جديد وحصري على أخبار شبيبة القبائل، وأعطيونا كذلك التوقعات تاعكم تاع نتيجة المباراة كم ستكون، ونتمنى إن شاء الله النقاط 3 لشبيبة القبائل.